لا تنسوا متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك جمال الفالي يصلكم كل جديد. تقدر تلقى عبد الله ودا دابا عام باش تفارق مع صديقتي السابقه، ولكن ملي كتعرف على شي واحد من حومتي كتقول ليه راني كنت عرفت فلان، الا تتعرفوا من بعد تيوصلوا لي الهضره ممكن تفسير خويا جمال العز بك. او دابا عام باش تفارقتي مع صديقتك السابقه، ولكن ملي كتعرف على شي واحد من حومتي كتقول ليه راني كنت عرفت فلان، الا تتعرفوا من بعد تيوصلوا لي الهضره ممكن تفسير خويا جمال. خويا عبد الله اودا، شوف شي البنت اللي صراحه انا حيت هذه ماشي ليست منطقيه ابدا. لماذا؟ كاين شي بنات يعني ما كترضاش انها تقول مثلا شي واحد راني كنت كنعرف فلان، فهمتي؟ يعني بحال كدير الشوار الراسه، هذه كدير الشوار الراسه، تدير البيبليسيتي الراسه هذه، ولكن ملي كدير لك هي هكا عارف باللي انت راك في شكل، يعني هي كتفتخر انا كنت مع فلان، انا كنعرف فلان، فهمتي؟ سولوا عليا. دابا انت كما تيقولوا يعني هذا النوع هذا ما حكيتيش ليه زنفره من الاخر اخي عبد الله، يعني كنتي كتعاملها احترام وود وكذا، وربما كنتي كتبغيها، يعني دابا هي كتعاقبك، فهمتي؟ كتعاق تقول لي راني كنت مع فلان، يعني ربما وكيبان لي تقدر تكون مثلا واحد الدري يكون ستيلي زواون وكذا وهكا وكيبغيو البنات ويكون زواون، يعني انا راه كنت مع فلان، يعني هذاك فلان كدا هذاك العايق في الحومه راني كنت معاه. هادشي هذه الفكره اللي عندي اخويا، وكنظن هذا هو التفسير اللي كاين صراحه. ربما للتوصل بكل جديد على قناة جمال ألفا، المرجو الضغط على هذا الجرس الموجود هنا وتفعيل هذه الخاصية والضغط على انغوجيستخي، وستصلك جديد فيديوهاتنا على مدار اليوم.